بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآية دي جاء فيها ولقد أي شيء تم ربي ما حطك إلا عن الحقائق. يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر افهم بالمية عليها فمن كفر بعد ذلك بعد العقد ذاك اليوم منكم يا بني إسرائيل فقد ضل سواء سبيل خرج عن طريق الطاعة لله وطريق السلامة وعمره ما يدخل ويشم ريحة الجنة اللي فيها ما فيها من خيرات وملذات. والسلام عليكم ورحمة منه وبركات الحمد لله أبد الآباد.